وكالعاده زي ما عودتك ان انا دايما بحب اشكل كده يعني فاهم، مره تلاقيني طالع لك هنا، مره تلاقيني طالع لك هنا. اخيرا خلصت انا يا عم، جبت الدرجات، تنسيق طلع، قدمت، دخلت الكليه لسه. ها انكر الكليه اللي دخلتها والكليه اللي انت اخترتها، هقول لك خمس حاجات مهمه جدا لازم تعملهم في فتره الجامعه. استغل فتره الجامعه في انك تعمل صحاب كتير وتكبر دايره معارفك عشان يبقى ليك علاقات كتير لما تتخرج، وبحيث لو انت حتى عايز تلاقي شغل، عايز تعمل تفتح يور اون بزنس، عايز تعمل اي حاجه، تعرف ان انت تسلم. اتنين، حاول تدور على شغل عشان الشغل مع الجامعه هيفيدك جدا، هيخليك تصرف على نفسك وهيخليك تعمل حاجات كتير انت نفسك فيها، وكمان هيخليك تحس ان انت مختلف عن بقيه الناس، مش ان انت كل الناس بتروح الجامعه وترجع وانت بتروح تنام زيهم وخلاص تصحى تروح الجامعه. هتحس ان انت مختلف، هتحس ان انت بقيت مستقل بذاتك، هتحس ان انت فرقت بقى خلاص على فتره المدرسه وبدخلت فتره الجامعه، وبدات ان انت تبقى شخص مسؤول وتعتمد على نفسك، واهم حاجه ان انت هتجيب الحاجات اللي انت نفسك فيها. فالموضوع ده هيفرق جدا لما تحس ان في فلوس داخله لك من تعبك. تالت حاجه، تنمي مهاراتك وتشتغل على نفسك كويس جدا جدا جدا، وركز على السكيلز بتاعتك والمواهب والحاجات اللي انت شاطر فيها والحاجات اللي انت مش شاطر فيها، واللي شاطر فيه نميه واشتغل عليه، اللي مش شاطر فيه حاول تركنه وخلاص وترميه، وما تفضلش تعمل حاجه بحيث ان انت تحرق مجهود على الفاضي وخلاص. رابع حاجه، وهي انك تركز في دراستك وحاول على قد ما تقدر ان انت ما تضيعش اول سنتين ثلاثه او اول سنتين بالظبط، لان دول بيبقوا الدرجات بتاعتهم بتبقى سهله قوي ان انت تقعد تعلى تعلى تعلى، عشان هتيجي في ثالثه ورابعه تلاقي الدنيا بتصعب، وهتلاقي ان الدرجات بتاعتك او الجي بي اي او التقدير العام على حسب الجامعه بتاعتك ماشيه ازاي، هتلاقي ان هو ما بيعلاش بنفس الريتم اللي بيعلى فيه في اول سنتين، بس بيعلى ويوطى وكل حاجه عشان الاسطوره اللي بتقول لك الناس في سنه رابعه خلاص الجي بي اي بتاعهم وقف ودرجاتهم ما بتتغيرش. تقديري العام بتاعي اتغير اساسا في اخر ترم خالص ليا في الجامعه بعد 4 سنين، فعادي الموضوع ممكن، بس هتحتاج شويه تعب اكتر بكتير قوي عن لو انت عملتهم في الاول. ليه؟ لان القسمه بتاعت المجموع الكلي بتاعتك بتبقى على مجموع عدد المواد اللي انت خدتها في السنين اللي انت خدتها في الجامعه. بمعنى اول ترم ليك في الجامعه انت القسمه بتبقى على مثلا 13، دي عدد الساعات المعتمده اللي تعادل الكورسات اللي انت بتاخدها اللي هم 5 كورسات. تاني ترم هتزود بقى، هيبقوا 13 الاولانيين بتوع الترم اللي فات زائد بقى 13 الجايين، فالقسمه دلوقتي بقت على 26 بدل ما كانت على 13. فكل ما القسمه بتزيد كل ما العدد بتاع النسبه زياده سواء هتزيد او هتقل بتبقى اقل، فانت مش هتزيد بنفس الريتم او هتقل بنفس الريتم، بحاول ان انت في الاول تجيب درجه حلوه قوي بحيث ان انت لو قلت او زدت تبقى برضو لسه الرينج بتاعك التقدير العام بتاعك كويس. وليه انا خليتها في المركز الرابع؟ عشان هي مش اهم حاجه، بس هي من الحاجات المهمه اللي انا حطيتهم في الخمس حاجات ان انت تركز على دراستك عامه، عشان لو عايز بعد ما تتخرج تكمل في الكارير بتاعك او كارير جامعتك تعرف ان انت تشتغل وتبقى لحد ما فارق، او تعرف تعمل انترفيوز كويسه والكلام ده كله. خامس حاجه بقى، وهي انك تبالانس الاربع حاجات اللي احنا قلناهم، ان انت تحاول تعمل الحاجات دي كلها مع بعض في نفس الوقت. نمي مهاراتك، تشتغل على نفسك، ركز في مذاكرتك، تعمل علاقات كتير، وحاول تحافظ على صحتك النفسية وتحافظ على صحتك الجسدية بان انت تلعب رياضة مثلا، او ان انت لحد ما تنزل لعب كورة حتى بحيث ان انت تجري انشطة دموية كده، وما تدخلش في اكتئاب بقى وتقعد بقى تسمع اغاني زي وداع يا دنيا وداع على اللي راح مكملش، ونقعد نلطم كلنا ونعيط. والف مبروك يا شباب، اتنقلتوا من فترة الثانوية لفترة الجامعة، فترة حلوة جدا وفترة لذيذة جدا وهتتبسطوا معانا ان شاء الله.